وقت لنرحب بزميلتنا هدى الأسعد يلي بتجيب لنا كل شيء جديد من الأخبار الفنية على الصعيد العربي المحلي والعالمي. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا ورد. يسعد صباحك يا هدى. بونجور يا نوار. بونجور. كيف كنتي؟ وانت سالمه؟ وانتم سالمين وعائلتك كلها بألف خير حبيبه قلبي. وعائلتك وعائلتك يا ورد العزيزه والكريمه. ان شاء الله يا رب يكون عيد اضحى مبارك على الكل، نيالة اللي بينعاد عليه مثل ما بنقول، ايام فضيله وجميله، يا رب تحملنا الخير والالفه والمحبه وهيك هدوء النفس لحتى نتأقلم مع هالظروف الصعبه. بعد العيد في افلام العيد. اوكي. افلام عيد الاضحى، طبعا المصريين هم الاوائل بصناعه السينما. ما بيعجزوا في الوطن عن العربي شيء. طبعا في الوطن العربي، ما بيعجزوا عن شيء. بفتره من الفترات كان عندهم السينما هي الاساس. بعدين اتجهوا لمسرحهم، اتجهوا لتلفزيونهم والدراما التلفزيونيه. بعدين وقت حسوا انه في تفاوت بين هدول المجالات الفنيه قالوا نحن المصاروي لازم نكون الاوائل بكل شيء. صار لهم 5 سنوات هن الاوائل بصناعه الدراما سواء كان تلفزيونيا او سينمائيا او مسرحيا. عدا عن الموسيقى المهمه يلي بيقدموها فنانينهم الكبار. ليش كل هالمقدمه عن افلام عيد الاضحى؟ لانه وقت بيكون في منافسه عربيه بيكون اغلب الافلام الموجوده للاسف فقط مصريه. يا ريت يكون في لسينمانا دور ووجود. اتمنى ان شاء الله بعد فتره نرجع نقول في عنا افلام عيد الاضحى بسوريا وتقدر تنافس عربيا وعالميا. حتى بلشت هلا منافسه افلام عيد الاضحى، بلشوا بقى الفنانين. هلا هي المنافسه للصراحه مبلشه من الترويج. فكيف مع اول يوم العيد هون بقى ببلشوا مين يلي بده يسيطر على شباك التذاكر. عندهم هذا السباق، عندهم هي المنافسه الشريفه، عندهم كثير افلام للصراحه. بس انا جبت الاكثر صدى بس من الـ من الـ من الترويج. اوكي. اكيد البدايه مع تامر حسني وفيلم تاج مع دينا الشربيني. هلا كنا عم دردش انا وورد ونور انه هذا اول فيلم عربي بيتم عليه انتاج ضخم جدا، بالاضافه ليكون في شخصيه السوبر هيرو يلي كلياتنا بنعرفها، كلياتنا بنشوفها بافلام اجنبيه بإنتاج أجنبي، ولكن إنتاج عربي هي أول مرة. تعبانين عليه جداً، حتى تامر حسني هو اللي كاتبه قال هذا الفيلم أخذ من طاقتي ومن جهدي كتير. في مجرد بس من البرومو الفيلم باين المجهود بالتمثيل، المجهود بالجرافيك، المجهود بالمؤثرات الصوتيه، المجهود بالرؤيه البصريه والصوتيه. هلا الانتاج الضخم وقت اللي بيكون عم يخدم صح فالعمل رح يكون كمان خارق. 100% نور، متكامل، لازم يكون متكامل، هو المنافس الاول. بالاضافه عندنا الجميله نيلي كريم مع اول مره مع محمد رمضان بعزيره. اوكي. كمان قصه جميله كثير، هي بتكون طبيبه بتواجه جماعه من المافيا يلي بيكون في عندهم متاجره بالاعضاء البشريه، وبصير هيدي قصه الحب والصراع بين الطرفين. طبعا محمد تامر رمضان اختصاصه المافيا. اي اي، يعني اختصاصه هذا الاكشن. تمام. بس لا يخلو اكيد فيلم محمد رمضان من شويه كوميديا، يعني هو بحب يمرق هدول الشغلات، بس تامر حسني اكيد كوميدي 100% كوميدي. في الاثنين جميلين، الاثنين كل واحد له بصمته يعني اللي بتخليكي تنشدي للفيلم. يحضر. مزبوط. عزيرو صار وتاج. في عندنا كمان الجواهرجي، هو بطولة اكيد الكوميديان العظيم محمد هنيدي ومنى زكي اللي رجعوا اجتمعوا بعد 20 سنة. انا عني ناطرة هذا التعاون لانه تأجل لاكثر من سنة. كان على اساس بعيد الفطر، كان على اساس بعيد الاضحى اللي قبل. انا حابه ارجع اشوفهم مع بعض. صح. عم يحكوا قصه كثير جميله، هي المشاكل الزوجيه كيف ممكن تصير بعد الزواج، كيف ممكن يصير الخلاف بين الزوجين او الحياه الزوجيه بهيدي الفتره. فلنشوف كيف منى زكي حترجع تقدم لنا الكوميدي من اول وجديد بعد ما كانت طالعه من تحت الوصايه اللي كان برمضان، هيدي القضيه المراه الوحيده واللي عم بتعاني من الزوج. لنشوف بقى كيف تطرح المواضيع بطريقه كوميديه اكيد. بالاضافه اكيد في كمان ياسمين صبري، اسمها اكيد عم بيسيطر للصراحه على شباك التذاكر مع امير كراره باكيد هذا الفيلم المنتظر اسمه البعبع. في كثير افلام. هنا الزاهد وزوجها لاول مره حيكونوا بثنائي. هنا قدرت تعمل هذا الخط الكوميدي لإلها ولكن مو مع زوجها. هلا لنشوف هذا التعاون بقى كيف حيكون. اكيد انا من محبي السينما وتحديدا المصريه، رح احاول اتابع كل شيء ورجب لكم اصداء ايرادات وكل خليني اقول هيك اصداء عرض الافلام، ولكن الاكثر شهره واللي اخذ
من هلا ايرادات كثير كبيره هو تاج لتامر حسني. جبت لكم هيك كم فيديو للافلام يلي حكيت عنها، وبرجع حتى كمل لكم شو معي اخبار فنيه لليوم. اما خبر التالي فهو عن الهضبه عمرو دياب. في خبر كثير مهم اكيد حول هذا الشخص، حول ابداع، حول المسيره الفنيه لعمرو دياب. في اذاعه برازيليه مشهوره جدا بامريكا اللاتينيه عملت حلقه خاصه عن موسيقى عمرو دياب، حملت اسم مباشره من مصر موسيقى البحر المتوسط عمرو دياب. فحوى هذه الحلقه كان عن كل المسيره الفنيه واهميه الموسيقى والخليط والمزيج بين الموسيقى العربيه والموسيقى الاجنبيه يلي قدمها الهضبه عمرو دياب على مدار كل السنوات. اهميه الخبر تكمن انه انت صار في عندك اسم عربي يفرد عنه حلقات لينحكى عن مسيره فنيه عمرها، وببلد بغير قاره، وبغير قاره. وكان الحديث الجميل بالحلقه، انا حضرت مقتطفات منها، عدا عن انها خاصه، عدا عن انها بتحمل اسم البحر المتوسط وعمرو دياب، الاغاني اللي كانت عم تنعرض كان فيها جزء من الترجمه حتى، ولكن اهتمامهم كان الاكبر بالموسيقى يلي عم تنحط. هون ما بدها ترجمه، هون بدها فنان يقدم وجمهور عربي وغربي وعالمي يسمع الموسيقى المهمه يلي قدمها عمرو دياب على مدار السنوات. السعيد بهذا الخبر هو مو بس الهضبه، اكيد جمهور الهضبه عمرو دياب، هذا المتابع له، المحب له يلي دائما معه، اكيد هو سبب نجاحه واستمراريته بانه يكون ترند بكل شيء بيعمله. هو الفنان العربي الوحيد يلي ابدا ما نزل عن رقم واحد شو ما عمل وشو ما ساوى. بالعيد كمان وعدنا بأغنية جديدة حتنزل أول أيام عيد الأضحى، بالإضافة أكيد في ألبوم جديد عم بيحضره عمرو دياب. رح نرجع لقصة الألبوم المتكامل مع عمرو دياب، ولكن أكيد حينزل الأغاني تبعاً. أوكي تعالوا نسمع شي العمر تفضل. بس أحضر هاي الغنية هلا ببلشوا العالم يقولوا إنه لسه عم تحكوا عنه وعن دينا. لا لا، هاد فيديو كليب، وخلينا نعتبر دينا الشربيني موجودة بهذا الفيديو كليب كبطلة فقط مو أكثر. أساساً تجاوزنا قصة دينا الشربيني وعمرو دياب سوا. خبر التالي هو عن جديد وائل جسار، في حد بيحبني، أكيد باللهجة المصرية. أنا دائماً بأكد في مجموعة من الفنانين ما بيتاخدوا مع أجواء الصيف، عودونا هيك، تحس صوتهم ما بيسمح لهم، ستايلهم ما بيسمح لهم، شتوي تماماً. طلع عبير نعمة مثلاً، وائل جسار، مروان خوري، حتى زياد برجي، مع أنه هو أخذ هذا ستايل الرومانسي، بس وقت بيطلعنا على الصيف نقول له لا لا لا، رجعنا على الرومانسي. تماما. الفنان وائل جسار واحد من هدول الفنانين بتحس انه لا يتاثر بالمواسم، انا هيك صوتي شتوي، بحب الاجواء الرومانسيه والدافيه، بحب اقدم اغاني بتشبهني، في حد بحبني هي بتشبه اكيد وائل جسار، عم تحصد نجاح كثير كبير، وخاصه انه وائل جسار من وقت ما صارت معه الوعكه، إذا بتتذكروا حكيت لكم عنها بروائع الموجي، هذا كان الحفل اللي كان كثير مهم خلال ما كان موجود، واعتذر وصار معه ارتفاع حاد بالضغط، اختفى بعدها وفجأة لقينا غنية، فالعالم اطمنت انه ما في شيء ضرر، صحته بخير تماما. واساسا هو وضح بوقتها، بس دائما بضل هذا القلق على الفنان. غاب فترة منيحة من وقت روائع الموجي لليوم، بس الأهم انه عم بيقدم لنا اكيد شيء جديد، لسه في أغاني منتظرة اكيد من وائل جسار، وعنده حفلات مليئة جدا بهذا الصيف بمختلف أنحاء الوطن العربي. تعالوا سمعكم في حد بحبني ونرجع لمروان خوري. يلا تفضل. ببساطة في حدي. أما خبر التالي هو عن جديد مروان خوري. جديد مروان خوري مرتبط خبر، يعني خبرين بواحد. هو أكيد حيبلش عرض هلا مسلسل كريستال يلي هو نسخة أكيد معربة عن مسلسل حرب الورود يلي في كثير ناس تابعته وهيك حبت احداثه، ولكن في شغله نحن عم نلاحظ انه النسخه العربيه يلي عم تجي من اغلب المسلسلات مشوهة. يلي عم بتر مو بس مشوهه، عم بيصير فيها تغيير لحتى تناسب المجتمع الشرقي والجو العام. تمام، لانه اغلب المسلسلات يلي عم ناخذها مدبلجه او قصصها غربيه، اكيد غربيه اغلبها عم بيكون غربي للصراحه، ما كثير بتناسب مجتمعاتنا، فالعالم عم تنصدم بالنهايه، يعني انه هي مو مثل المسلسل الاصلي. عادي، ممكن هذا التغيير، مو شرط النسخ واللصق لازم يكون، ويكفي النسخ واللصق بالكاميرا وبالمونتاج، شوية تغيير بالكتابة لنحس عملنا شوية دراما مختلفة، ولكن ما فينا ننكر انه هذا الستايل من انتاج المسلسلات عم بيلاقي صدى بصراحة ونجاح كثير كبير وقبول من الجمهور، الناس عم بتحب
مع انه نحن كنا نكره نكرههم، في قسم كثير كبير بينتقد هذا النوع من المسلسلات انه طويل بشطوا وبارد وبارد وهيك، للاسف صار عربي وطويل وبشطوا بمطوا وبارد يعني. بتعرفي شو بيصير في لعبه؟ بيصير لعبه الابهار البصري. صحيح، الابهار بالمونتاج يعني. نعم. الاخراج بيكون يعني النقلات الموسيقى. صحيح ورد. فهون المشاهد بيتقبل. مزبوط. أحد على الأسماء المهمة اللي عم بيجيبوها يعني كريستال موجود معهم، محمود نصر، باميلا الكيك، بالإضافة لستيفاني عطلة، هدول الأسماء اللي كتير مهمة. والجميل بهذا المسلسل عدا عن وجود مروان خوري بالشارع اللي هو كتبها ولحنها وغناها، وأنا جبت لكم أكيد شارة المسلسل اللي حيبلش عرضه قريبا، في وجوه شابة سورية كثيرة بهذا المسلسل. حلو. عم يعطوا فرص أكيد، دراما مشتركة أكيد دخلها جيد، المشاركة فيها بتساعد على الانتشار عربيا، ولكن الجميل أنه أغلب الشباب هلا بتشوفوهم بالبرومو كتير في أسماء سوريين شابة. برافو. تماما طلعوا من دراما سورية وهلا عم بيكونوا منتشرين عربيا، هذا الجميل لأنه شباب ويستحقوا أكيد التواجد عربيا. تعالوا نشوف ونسمع مروان خوري وكريستال كيف لحنها وقدمها وكتبها، وبرجع حتى لكم آخر أخباري. نظامي بس تسمع أي أغنية سواء كانت يعني كلمات أو ألحان أو غناء أو حدا تاني عم بغنيها لمروان خوري ولكن مختصة بالشارات، هن متشابهين يعني كأنك عم تسمعي تشيلو أو لو أو هيدا هذا الروح مروان خوري بشارات المسلسلات اللي هن أكيد بيكونوا قارين العمل كاملاً لحتى يقدروا يكتبوا شيء مناسب للعمل اللي بده ينعرض عربياً. آخر خبر معي لليوم هو عن جديد راغب علامة، في كتير حلوين، اللهجة المصرية، عمل هذا الخط لإله باللهجة المصرية، جمهوره بمصر كبير جداً وبالوطن العربي، وأكيد بينتظروا منه أغاني بكل اللهجات، ولكن خلص راغب علامة بتحسيه أنه كيف ما كانت نمط شو اللهجة اللي حقدمها شو الغنية، أنا بعرف حالي أني رح كون الأول. وفعلاً هي ما صار لها 5-6 أيام نازلة تقريباً خلال الأسبوع يلي مضى، وتقريباً وصلت لليوم لأربعة مليون، هي إذا مو أكثر، 4 مليون مشاهدة على يوتيوب، وعدد كتير ورقم جداً مهم، ولسه حيزيد يزيد كتير لأن الأغنية الصيفية. وحتى راغب علامة دائماً متجدد بفيديو كليباته ودائماً عنده هاي الاختيارات بالألوان ستار. تماماً سوبر ستار راغب علامة تماماً. والصح أني أنهي مع سوبر ستار راغب علامة، وأكيد مثل هيك معايدة بسيطة لكل العالم اللي عم يحضرونا، يا رب يكون عيد مبارك علينا وعليكم وعأهلينا وعائلنا، فأنا إن شاء الله بشوفكم بعد العيد بأخبار جديدة. عم نستناك ونحضر راغب علامة هلأ. أوكي. يلا. شكراً هدى. شكراً كتير. شكراً. تفضل.